السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناة محمد الصلاحي. حلقتنا لهذا اليوم عن نهائي كأس العالم قطر 2022 بين منتخبين الأرجنتين وفرنسا. راح نسأل بعض الشباب عن نهائي كأس العالم، عن توقعاتهم النتيجة في نهائي كأس العالم، وأي شخص توقع حقه صحيح راح نعطيه مبلغ مالي مقدم من نادي الصمود الرياضي. الآن مقابلة مع مدرب نادي الصمود الناشئين والشباب طمرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ رامعني صالح، مدرب نادي الصمود. من المنتخبين اللي تأهل؟ والله فرنسا والأرجنتين. كم من بتشجع؟ أنا بصراحة بشجعهم الفريقين، رشحتهم الفريقين، بس أحس إن المباراة النهائية فرنسا 2-0. يعني توقعك 2-0 أكيد فرنسا. طيب راح نعطيك جائزة بعد نهائي كأس العالم مقدمة من نادي الصمود الرياضي، مبلغ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بتشاهد كأس العالم؟ نعم. من بتشجع؟ فرنسا. كم تتوقع النتيجة المباراة النهائية؟ إن شاء الله 2-0 صالح فرنسا. قوي كلام نهائي؟ إن شاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بتشاهد كأس العالم صح؟ إن شاء الله. كم تتوقع النتيجة النهائية بين فرنسا والأرجنتين؟ إن شاء الله 1-0 للأرجنتين. كلام نهائي؟ إن شاء الله. طيب راح نتواصل معك بعد المباراة النهائية ونعطيك جائزة مقدمة من نادي الصمود الرياضي. طيب. أنت تشارك مباريات كأس العالم؟ طبعاً بالسينما. من المنتخبين الذي تأهل النهائي؟ فرنسا والإنجلترا. من بتشجع عندك؟ ميسي أكيد، ليون ميسي. كم تتوقع المباراة النهائية؟ 1-0 ميسي، ضربة جزاء إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب إذا كان توقعك صحيح راح نعطيك جائزة بعد مباريات كأس العالم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بتشاهد كأس العالم؟ نعم. من المنتخبين الذي تأهل النهائي كأس العالم؟ الأرجنتين فرنسا. من بتشجع؟ فرنسا. كم تتوقع النتيجة بين حق الدواكي وحق فرنسا؟ يعني 2-1. كلام نهائي؟ كلام نهائي. طيب 2-1 إن شاء الله. أنت اسمك؟ محمد صالح. كم تتوقع؟ فوز فرنسا 2-0. إيه صور الفرنسا. طيب راح نتواصل معك بعد النهائي ونعطيك جائزة مقدمة من مدرب إن شاء الله. الله خير. انتقل إلى مسابقة. انتقل الآن إلى حكم علي محمود. السلام عليكم. السلام الله. بتشاهد كأس العالم؟ إن شاء الله. ما متشجع؟ أنا أشجع فرنسا. كم تتوقع النتيجة في نهائي كأس العالم؟ أتوقع النتيجة 1-0 للأرجنتين. كلام نهائي؟ إن شاء الله. طيب راح نتواصل معك بعد نهائي كأس العالم، وإذا طلع توقعك صحيح راح نعطيك جائزة مقدمة من نادي الصمود الرياضي. انتقل الآن إلى مدرب نادي الصمود الرياضي للبراعم مروان سبيت. السلام عليكم. السلام. بتشاهد مباريات كأس العالم؟ أوه. من بتشجع؟ فرنسا. كم تتوقع النتيجة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا؟ 2-1 فرنسا. طيب راح نتواصل معك بعد نهائي كأس العالم، وإذا طلع توقعك صحيح راح نعطيك جائزة مبلغ مالي مقدم من نادي الصمود الرياضي. يلا. عليكم السلام. كم تتوقع نهائي كأس العالم؟ 1-0 الأرجنتين. اثنين تعالوا يفوزوا بالضربات الأرجنتين. يلا خير. من بعده؟ كم توقع نهائي؟ اتوقع 2-0 لفرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من بتشجع بنهائي كاس العالم؟ فرنسا. كم النتيجه اللي توقعها؟ 2-1 من فرنسا. طيب راح نعطيك جائزه مقدمه من نادي الصمود الرياضي بعد نهائي كاس العالم ان شاء الله. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك؟ المساعد. شاهدت كاس العالم صح؟
من المنتخبين اللي تأهل للنهائي الأرجنتين فرنسا. ما بتشجع انت؟ شجع فرنسا. كم النتيجة اللي تتوقعها؟ ان شاء الله يفوز فرنسا 2-1. كلام نهائي؟ كلام نهائي. طيب راح نتواصل معك بعد نهائي كأس العالم ونعطيك جائزة مبلغ مالي مقدم من نادي السمود الرياضي. الآن الحارس الثاني اسمك؟ علي جاهد. كم تتوقع المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا؟ أتوقع إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بتشجع في نهائي كأس العالم؟ أخي أنا مشجعش، أنا بس أقول لك توقعاتي ولا مشجعش أنا. كم توقع نهائي كأس العالم؟ أوقع أنها الأرجنتين 2-0 2-1. الله ما اسمك؟ محمد حسين. كم توقع نهائي كأس العالم؟ 2-1 لفرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام. من بتشجع بنهائي كأس العالم؟ الأرجنتين. كم تتوقع المباراة النهائية لكأس العالم؟ 1-0 الأرجنتين. الله خير. مسابق جديد. ما اسمك؟ محمد عبد الأحمر. من بتشجع بنهائي كأس العالم الأرجنتين ولا فرنسا؟ كم توقع نهائي كأس العالم؟ 2-0 لمن؟ لفرنسا. يلا خير ان شاء الله لما بعد نهائي كاس العالم نعطيك جائزه مقدم من نادي السمر الرياضي مبلغ مالي. ما اسمك؟ فيصل صالح. كم توقع نهائي كاس العالم؟ 3-2 صالح فرنسا. والمسابقه 3 صالح فرنسا. 3-1 جديد نادي السمر من لاعبين القدامى. ما اسمك؟ بسام احمد الناصر. من بتشجع نهائي كاس العالم؟ الارجنتين. كم نتيجه ان شاء الله؟ 2-1 2-1 الأرجنتين. يلا هل السلام عليكم. عليكم السلام. ما اسمك؟ محمد احمد. بتشارك مباراة كأس العالم؟ ايوه. كم تتوقع النتيجة بين منتخب الأرجنتين وفرنسا؟ 1-0 من الأرجنتين. كلام نهائي؟ نهائي. السلام عليكم. عليكم السلام. من بتشجع انت بنهائي كأس العالم؟ فرنسا. كم تتوقع النتيجة للفائز؟ فاز 2-1 من 2-1 2 لفرنسا. يعني بتوقع فوز فرنسا ب 2-1 2-1. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ما اسمك؟ منيب محمد عبيد. كم تتوقع النهائي كاس العالم؟ 3-2 من صالح فرنسا. كلام نهائي. مسابقه جديد. ما اسمك؟ علي صالح من بكير. كم تتوقع نهائي كاس العالم؟ الانترجي 3-3 يعني تعادل. ضربة ترجي من يفوز؟ ميسي. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عدنا لكم مجددا بعد نهائي كأس العالم لنعطي صاحب التوقع الصحيح الجائزة المقدمة من نادي السمود الرياضي مبلغ مالي 20,000 ريال. هذا هو صاحب التوقع الصحيح الذي توقع في نهائي كأس العالم 3-3 بضربات ترجيح ويفوز بها الأرجنتين. اسمك؟ علي صالح من مشيه. كم توقعت؟ 3-3. ومن يفوز؟ الأرجنتين. طبعا راح نعطيه الآن مبلغ مالي مقدم من نادي السمود الرياضي 20,000 ريال. المبلغ 20,000 ريال مقدم من نادي السمود الرياضي إلى صاحب التوقع الصحيح. ألف ألف مبروك.